وصلنا لمساحة من العمل الإنساني سالي، ولدت بعيون مجموعة من الشباب السوري لتسليط الضوء على الحالات الإبداعية وأيضا رعايتها، وشهدت النور بشهر أيلول 2020 تحت مسمى مبدعون من أجل الوطن، وكان لها بصمات عديدة رح نضوي عليها مع الدكتور بهجت عكروش رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبدعون من أجل الوطن. يسعد لي صباحك، أهلا وسهلا فيكم. هلا، صباح الخير دكتور بهجت. يعني من خلينا نقول العنوان مبدعون من أجل وطن عام على التأسيس، هون عم نشوف في شيء عنا عم يكبر عم يتطور عم ننبسط فيه. يعني نحن بس حتى نحن بس نكبر سنة عن سنة عم نشوف حالنا عم نفرق. كيف إذا كان مشروع نحكي إن شاء الله هيك عام مثل ما بيقولوا مبارك، أو خلينا نقول مع نجاح ونجاح أكثر. بداية شكرا لكم وشكرا للاستضافة وشكرا أهلا وسهلا. للمقدمة الجميلة، أهلا وسهلا. بتشبهكم دائما شكرا لك كمحطة دكتور. وكأشخاص. مبدعون من أجل وطن فكرة ظهرت بفترة من الفترات لاحتضان ورعاية الحالات الإبداعية المبدعين اللي ظهروا خلال الأزمة وكان بحاجة لمين يحتضن هاي الحالات، فكانت فكرة المؤسسة. طبعا مثل ما تفضلتي هي عبارة عن وليد، وهي دائما نفرح بابننا الصغير لأول ما يولد ونشوفه مع كل يوم عم كيف يكبر. عم يكبر. ونحن الحمد لله يعني رغم الظروف السيئة جدا اللي كنا عم نمر فيها كبلد وكأشخاص وكمجتمع، بغض النظر كان في محاولة جادة لخلق حالة إيجابية بالمجتمع، إعطاء حالة من التفاؤل للشباب السوري، محاولة ربط والكشف عن الحالات الإبداعية بشكل أو بآخر. نعم. وبالتالي بدأنا بالتحضيرات، وهذه التحضيرات يجب أن تكون دائما بالمستوى المطلوب. يعني كان في عنا لقاءات مكثفة كبيرة جدا، كان في عنا حضورات مهمة على الأرض حتى نقدر نخلق شيء من الأساس الجميل. دائما أي منزل جميل إذا ما عملنا له أساس حلو ممكن ينهار بأي لحظة. لذلك نحن كان في عنا الفترة فترة كتير صعبة، هي فترة التأسيس، هي فترة أنه نحن نخلق بنية حقيقية للمبدعين، بنية حقيقية من العلاقات الرسمية والاجتماعية. فبهذا الاتجاه نحن الحمد لله قدرنا نخلق هاي العلاقة مع مجموعة من الوزارات، مع مجموعة من المؤسسات، لحتى نقدر نعمل البنية اللي نحن بدنا إياها. عم نفرح فيها يوم بعد يوم، رغم أنه لسه نحن ما بدأنا بالإنجاز الحقيقي. يعني اليوم نحن بلشنا حصرا بتهيئة الظروف لنجاحنا، نجاح عملنا. خلقنا كثير من الاتفاقيات، منها وزارة التربية عملنا اتفاقية حلو. رسمية مع الوزارة في لما لها هذه لهذه الوزارة من أهمية في تربية الجيل، إضافة اتفاقية مهمة مع وزارة الثقافة، وكانت أيضا هي الخلفية لهذه المؤسسة. نحن خلفيتنا ثقافية، عملنا شيء بالتعاون مع وزيرة الثقافة المحترمة اللي قدمت كل شيء، وزير التربية اللي قدم كل شيء. هيئنا لمجموعة اتفاقيات قادمة مع مجموعة من الجهات الرسمية والاجتماعية كمؤسسات كمراكز، إضافة للوزارات، وخالقين بيئة من التفاعل مع المحافظات، مع محافظ ريف دمشق، مع محافظ صحيح. دمشق في شراكة حقيقية مع بعض المؤسسات والجهات. خبرنا كمان دكتور، يعني دائما الاسم له نصيب من أي مؤسسة عم تشتغلوا عليها. خبرنا بما أنه مبدعين، هل في جهة رح ترعاهم؟ شو الأهداف يعني القريبة والبعيدة لمبدعين من أجل الوطن؟ من أي أعمار ممكن تاخذوا؟ شو الأولويات اللي انتوا حاطينها حتى تستقطبوا؟ هل حتبلشوا بس حتكون بدمشق وريفة اولا وبعدين لباقي المحافظات؟ نعم. نبلش من الاخير ونرجع واحده واحده. فيما يتعلق في التواجد، طبعا التواجد الاساسي في دمشق وريف دمشق، لكن سننطلق باتجاه المحافظات. والاسبوع الماضي كنا نحن في حمص بلقاء مع محافظ حمص المحترم استاذ بسام بارسيك، ايضا قدم انه نحن نعمل نفتتح مكتب، وان شاء الله قريبا جدا خلال شهر
سنفتتح مكتب في حمص، وكان في فاعلية واضحة جدا في خلق حالة من التشاركية ما بين المحافظة وما بين محافظة حمص وبين دمشق. إذن هي ستنطلق باتجاه باقي المحافظات. نعم. فيما يتعلق بالشريحة العمرية، الشريحة العمرية الإبداع ليس له عمر محدد، الإبداع ممكن أن يكون من طفل، ممكن أن يكون من عمره 75 سنة. نعم. فإذن حالة الإبداع هي تعمل على كل شرائح المجتمع السوري وليست على شريحة محددة. نعم. فيما يتعلق بالأهداف، في أهداف المؤسسة هي خلق بيئة للمبدع أو للمشروع الإبداعي في إعطائه المساحة الكافية والإمكانية لنجاحه، وبالتالي نحن إذا كان مبدع ممكن نحتضنه وبالتالي يكون تأهيله من خلال مجموعة من الخبرات العالية المستوى الموجودة في المؤسسة. نعم. من خلال اللجان التخصصية اللي موجود فيها بكل أطيافها تستقبل هذا المبدع من خلال حالة معينة أو كمشروع إبداعي، وبالتالي يتم احتضانه وتدريبه وتقديمه إلى سوق العمل. أما فيما يتعلق بسؤالك الأول اللي هو موضوع تمويل هذه المؤسسة، التمويل لا يزال ذاتي هو من أعضاء المؤسسة، لكن لن يكون هكذا دائما لأنه المشاريع تحتاج إلى تمويل كبير جدا. نحن نعمل بشكل أو بآخر على خلق بيئة تمويلية للمشاريع وليست للمؤسسة. يعني أنا أؤكد على هذه الفكرة دائما. نعم. لأنه تمويل المؤسسة يؤدي إلى تبعية المؤسسة إلى الممول، وبالتالي ها تفقد شيء من أحيانا من 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 الفكرة تبعها. لذلك نحن سيكون التمويل للمشروع. نعم. بحد ذاته. يعني أي مشروع، مشروع فني، هناك جهات ترعى هذه الحالة، يبدأ الرعاية من بداية المشروع وتنتهي بانتهاء المشروع ولا تؤثر على سير عمل المؤسسة كفكرة. هذه الفكرة التمويلية هي الموجودة. إضافة طبعا نحن عم نبحث عن ممولين كبار، عم نبحث عن ناس بتحب الوطن حقيقة. أكيد. بتحب تخدم الناس، بتحب تقدم شيء وطبعا مفتوح لكل الجهات. تمام. ما لنا مربوطين بشيء محدد. نعم دكتور، نحن اليوم أمام مشاريع تنموية هادفة وجدا مهمة، وإن شاء الله يا رب هيك الدعم يكون موجود من خلال عملية التشبيك اللي عم بتقوموا فيها مع باقي الوزارات. رح نتابع حديثنا معك، ولكن رح ننتقل لحفل من دمشق يفوح الياسمين اللي كان بالتعاون مع نقابة معلمي دمشق والهيئة العامة لمدارس أبناء وبنات الشهداء ومؤسسة العائلة السورية. منتابع سوا. Thank you.
يعني دكتور شفنا حفل كمان تابع للمؤسسة ومرعايتها، خبرنا عنه قبل ما نحكي بقصص ثانية. هذا الحفل من ابناء الشهداء لهم هيك بيغرفوا بالقلب. ابناء الشهداء هن بالنهاية الأيقونة تبعنا، صحيح، هن البوصلة تبعنا، هن دائما التوجه اللي نحن من خلاله منروح. فلذلك لا يمكن أنا أفكر كمؤسسة أو أي بشكل خاص أو كمؤسسة أو مجتمعية إلا تكون أبناء وبنات الشهداء هن في المقدمة بالنسبة لنا. صحيح. هذا هي من الآخر يعني. نعم. أي حدا بده يتعامل معنا بده يكون أيقونته أبناء وبنات الشهداء. فالحفل هذا كان يعني بمناسبة عظيمة جدا وفرح كبير للمجتمع السوري وللشعب العربي في نجاح الدكتور بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية. فكان لابد لنا أن يكون لنا بصمة بهذا العمل وأن يكون هناك حفل احتفالية، والاحتفالية لا يمكن أن تكون إفرادية لأنه هي حالة جامعة للمجتمع السوري وللشعب السوري. فبالتالي كانت مؤسسة مبدعون من أجل وطن مع نقابة المعلمين فرع دمشق مع الأستاذ عهد الكنج نقيب المعلمين، من وجه له التحية أيضا لأنه كان عنصر فاعل ومهم جدا في نجاح هذا الحفل. عنا مع بنات وأبناء الشهداء اللي هن كانوا بوصلتنا ومع العائلة السورية اللي شاركونا من خلال مواهب سيريان تالنت. فهذا الحفل كان حفل حقيقة ملفت، حقيقة كان جامع، كان جميل، كان في 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 نسيج سوري حقيقي، وكان في فرح. يعني أنا أستذكر كلمة قالتها السيدة الوزيرة الثقافة كمان موجهة لها التحية، بتقول إنه أنا شفت الفرح على وجوه الناس وكان هذا هو المطلوب. وحقيقة كان في فرح حقيقي بهذا الحفل، ونعتز أنه نحن كنا كفريق عمل مؤسسة مبدعون من أجل وطن، نقابة المعلمين، أبناء وبنات الشهداء والعائلة السورية، كنا عائلة واحدة حققنا الحالة السورية اللي موجودة على هذا المسرح من خلال تفاعل الجميع مع بعض. نعم. تمام. يعني مبدعون من أجل الوطن، عن جد هي الجهود التي تبذل دكتور بهجت هي جدا مشكورة. شكرا لكم أكيد على أنه نحن ما زلنا لهلأ في بقلبنا وفي بروحنا شيء من الألفة والمحبة، وتنشوفكم هيك مجتمعين على فعالية أو على أي قصة بيكون في روح لسا فينا، وهون بيقولوا الأمل لساته موجود لأننا نحن نقدر نقدم الأفضل، وأنه يعني قدر الإمكان خلينا نقول مع متطلبات هيك صعوبات الحياة مع المتطلبات نحن عم نقدر نكون فاعلين موجودين بالمجتمع. كلمة عبر شاشتنا الصغيرة هيك من مبدعون من أجل الوطن، شو منقول اليوم؟ منقول لهم لكل أهلنا وناسنا بسوريا الحبيبة إنه مبدعون من أجل وطن ستكون من أجل كل مبدع في هذا. نعم. الوطن بإذن الله بالتعاون مع الجهات الرسمية ومع باقي الفعاليات. نحن ما لحالنا، لكن نحن يمكن نقود هذه الحالة بطريقة أو بأخرى. لا نوعد أصدقائنا وأهلنا وناسنا ومحبينا في أن المؤسسة ستقوم بمجموعة من المشاريع خلال هذا العام. نعم. ومشاريع تكون على المستوى الإبداعي حقيقة. نعم. لن تكون مشاريع مكررة، وهذه المشاريع نعلنها إن شاء الله في حينها في القريب العاجل، وهي مشاريع ترقى إلى محبتنا لهذا البلد ومحبتنا إلى كل الأشخاص اللي عم يقدموا نفسهم ليكونوا خدمة للبلد وللمجتمع ولأهلنا السوريين. شكرا لكم، شكرا لكل مبدع ممكن يقدم لنفسه لنا. نحن مستعدين لاستقبال كل مبدعين سوريا بكل المجالات الثقافية والعلمية والفنية، ومن لهم أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله نستطيع أن نقدم لكم الشيء المطلوب منا. نعم. نحن بنشكرك دكتور وبدنا نقول لك موفقين ان شاء الله، يعني عام المضى يكون مثل ما قلت اللبنة هيك الاساسيه الناجحه لمشروع كثير ضخم وكبير يضم ويرعى المواهب والمبدعين السوريين ليوصلوا لمراتب عاليه. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. شكرا لك دكتور بهجت عكروش رئيس مجلس اداره مؤسسون مبدعون من اجل وطن، شكرا لوجودك معنا.